علاوي احنا الى متى نبقى هيجي؟ ليش يعني شو تريدين؟ شو تريدين؟ فهميني شو تريدين؟ شوف لك حل. حل على شنو؟ مليت من الناس اللي يجون وارفضهم من وراك. انت والله بطانه. شوف هاي بابا لا قايل لي زواج ولا ابد، احنا حب وبس، انا ما اريد الزواج. لا احنا صار لنا سنتين شو نسوي؟ والله هيك نلعب. يا بنت الناس لا تظلين تحشين براسي، ما عاد مش الوضع، روح الله وياك. يلا روحي. خاف تروح تسوي شي بروحها. استغفر الله. ياسمين ياسمين فك يسيح ياسمين. شنو يسيح ياسمين؟ امشي اجت وجاب الله. يا معودة علي من ياسمين شنو الازدحام؟ جاي احكي وياك علي من ياسمين. ايش بيك حبيبي؟ قاعد احكي ويا قاعد احكي حبيبتي. حبيبتك منو؟ ياسمين. عمي عيدها. عمي عيدها ياسمين. عيدها يا حبيبتي. اسمها ياسمين. يا حبيبتي انا بالله هذيك البنيه سي عليها بالله. يا ياسمين لا تقول ياسمين. بس اسمها والله اسمها والله اسمها. لا تقول ياسمين. سوسو ما رخصتك. ياسمين نصح ياسمين. اسمها اسمها ياسمين. تعالي بعودة. هاي شنو؟ تفضل يا معودة. انت مو اسمك ياسمين؟ دول ايش عبالهم؟ عبالهم قاعد اقول لهم ياسمين. انا غير اسمك احكي لهم يا معودة يعرفوني. شنو هاي؟ ما عجبك الوضع روح الله وياك. يلا روحي. لا مو انا ياسمين، اسمي زهراء. والله ياسمين والله ياسمين والله ياسمين والله ياسمين مثل علي وجاي مرة ثانية تصيح. التوبة كلنا انكسر بعد ما اقول ياسمين. شلوني راحت شلوني. كلنا نزل نطلع. واحد كيو كافي لا تظلين تحشين براسي. ما يعجبك الوضع يلا روحي منا. زواج يا الله. لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم حبايب قلبي؟ ألف مبروك للناس اللي فازوا بالجوائز، وإن شاء الله راح توصلكم جوائزكم اليوم. يعني هسه هي تقريبا الساعة 6 الصبح راح توصلكم العصر. تمام، أحب أقول لكم إنه راح ينزل فيديو جديد وهمين بمسابقة ثانية. الجائزة الأولى آيفون 7 بلس، الجائزة الثانية شدات مال ببجي، الجائزة الثالثة علبة مال مكياج للبنات. تريد تشارك في المسابقة راح أعلمك شلون. راح يطلع لك هنا اليوزر مال انستغرام مالتي، تروح تطب على الانستغرام تسوي المتابعة وتدز لي رقم، تختار اي رقم من الواحد للمية وصدقني يمكن راح تكون انت الفائز بدون ما تدري. هيك لا اراديا تطلع انت الفائز صدقني. اشترك وما راح تخسر. واذا ما تريد تشترك هم روح تابعنا على الانستغرام على مود شوف ستوريات وكواليس الفيديوهات اللي ننزلها. ثالث شيء اذا انت مشترك بالقناة الغي الاشتراك وارجع اشترك مره ثانيه على مود ارتاح لانه قاعد يصير عندي خلل بالقناه. اذا تحبني سوي هذا الشيء، واذا ما مشترك اشترك وتابعني. واهلا وسهلا بك، احبكم.